ونحن أيضا نناشد جلالة الملك محمد السادس بضرورة عدم ترحيل المواطن الإيغوري إدريس حسن للسلطات الصينية. يعني الملك محمد السادس ملقب بأمير المؤمنين، وهو الآن لديه واحد من أبناء الأمة الإسلامية الذي يعاني من انتهاكات الدولة الصينية، والتي تحدثت عنها العديد من المنظمات الدولية أمثال منظمة العفو الدولية Human Rights Watch. الولايات المتحدة الأمريكية في الأصل قد فرضت عقوبات على الدولة الصينية بسبب كل هذا الكم الكبير من الانتهاكات، ونحن نعلم بإذن الرحمن بأنه الملك محمد السادس سيقوم بإيواء هذا الرجل وسيرفض تسليمه بإذن الرحمن. عموما دعونا نلقي نظرة على الصورة الأولى التي لدينا والتي تشير إلى هذا الرجل إدريس حسن. سنشاهد صورته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، أمام حضراتكم صورة إدريس حسن، مصمم كان يقيم في الأراضي التركية منذ عام 2012، ثم بعد ذلك قرر الذهاب للدولة المغربية، ولكن مع الأسف الشديد تم إلقاء القبض عليه بسبب أنه مطلوب للإنتربول. دعونا أيضا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا لأسرة هذا الشاب الإيغوري البالغ من العمر 32 عاما. أمام حضراتكم ثلاثة من الأطفال ووالدتهم، ويناشدون المجتمع الدولي بضرورة الإفراج عن هذا الشاب المسلم.